يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للشخص أن يرفع يديه عند المرور بالمقبرة ويقول الدعاء المذكور؟ نعم. هل يجوز للشخص أن يرفع يديه عند المرور بالمقبرة ويقول الدعاء المذكور؟ ما ورد هذا، ما ورد أنه يقول الدعاء المذكور، هذا الوارد هذا صحيح، أما أنه يرفع يديه ما ورد هذا. نعم.